اهلا بيكم حلقه جديده من كوين ستايل. النهارده حلقه مختلفه جدا عشان موجودين في صالون ميسيو كامل. يلا بينا نشوف ايه الجديد عند الميسيو. برحب بالهير دريسر مسيو كامل. ازيك يا مسيو؟ اهلا اهلا وسهلا. المره دي بقى احنا اللي منورينك. ربنا يسعدك، انتوا نورتونا النهارده كوين ستايل، بجد نورتوني بالصالون النهارده بجد. ميرسي، نور حضرتك. ربنا يسعدك. احنا جينا يا مسيو، خدنا جوله في المكان، وبصراحه كل العملاء بيشكروا جدا في الماتيريال بتاعه الشعر. ممكن حضرتك تقول لي ايه جديد عندك؟ والله يا بجد انتوا نورتونا النهارده. النهارده كنا عاملين تغيير الوان، طبعا بالصيف الناس بتاخد الوان جديده، بتبتدي تغير بقى، تحول من الاسود او من البنيات وكده، فاحنا بنبتدي نعمل لوك جديد بمناسبه الصيف وكده. وكل سنه طيبين وحضرتك طيب. ربنا يسعدك. انا شايفه يا مسيو في اكتر من يونت بالوان مختلفه، ممكن حضرتك تشرح لنا اكتر عنهم؟ ده يونت زي ما انت شايفه كده، الفروه بتاعته جلد، ده للناس طبعا اللي بتحب تغير لوك جديد. دي يونت بتيجي شعر اسود، واحنا بنبتدي ان احنا نعمل اللون حسب اللوك اللي عاملها هي محتاجاه، او احنا نساعدها باللون. دي الوان سيفي بتيجي زي ما انت شايفه كده، شعر طبعا بيور هندي، وده القصه بتاعتها او المقدمه بتاعتها بتيجي من هنا، وطبعا منها اسود ومنها اسود ومنها طبعا الالوان دي كده. زي ما انت شايفه الكواليتي وجوده الشعر نفسها عامله ازاي. تقدر تعملي طبعا تغيري اي لون، او تقدر تفتحي وتغمقي براحتنا. ما بيأثرش خالص يا مسيو على الكواليتي بتاعت الشعرايه لما يتعمل بيها؟ لا ده شعر بيور يعني 100%، بنقدر نعمل اي لون احنا محتاجينه. وطبعا هو بيجي كده الشعر، طبعا بيجي نفس الاطوال، واحنا بنختار الطول، بنختار الطول حسب العميله محتاجه ايه بالظبط. امسكي ده، هاتي الاطول، طبعا بيجي كده الطويل، ده الشعر حسب لو حد محتاج طول، فاحنا بنبتدي نركبهم كده. شايفين الماتيريال؟ وطبعا ده شعر بيتفتح منه، ده بيتفتح بيكون اسود واحنا بنفتح. ده مميز جدا كمان لألوان الصيف. طبعا في شعر منه ليس، ده شعر ليس، وده شعر ويفي، يعني ده ويفي، ده اللي بيبقى محتاج شعر ويفي، وده شعر ليس. واحدة تركب شعرها ليس وبعد كده تعمله عادي ويفي؟ طبعا، ما هو طبيعي 100%. ده بعد الغسيل يعني بيكون شعر ليس، وده بعد الغسيل بيكون شعر في فوليوم شوية يعني الشعر الطبيعي. وطبعا ده الماتيريال نفسها بتاعت ممكن نلف كده يا مسيو نوري للكاميرا اكتر. طلعوا الملكينيه القمريه دي، وطبعا ده الاسود منه. ده للناس اللي هي بتحتاج شعر قصير شويه. خلينا ناخد اللون ده. اللون ده مميز جدا جدا بصراحه، وبحسه حلو كده، يعني اللون بيور مش لون فيك خالص، لانه طبعا لازم يبقى فيه تغيير. يعني دايما احنا ندور على اللوكات الجديده والالوان الجديده نبتدي نعملها يعني. فده بيبقى البيس بتاعه غامق درجه، ونبتدي ننزل على فاتح. اوكي تمام كده. ميرسي. بس القصه بتاعتها ازاي؟ القصه بتاعتها بتيجي جلد شفاف، يعني ما تبينش اي حاجه. وطبعا في قصه هنا، القصة اللي زي كده دي للناس اللي هي عندها فراغات في المقدمة، فبنبتدي ان احنا نركب لها حاجة زي كده. دي مقدمة للفراغات. عملت ميكرو وجايه النهارده اعمل اعاده، وعملت قبل كده شعر استشوار ومكوى، وطلع جميل جدا وكل الناس بتشكر فيه،
وركبت الشعر وبعرف اتعامل معاه عادي جدا. معانا دلوقتي اصغر عميله في الصالون، ازيك؟ الحمد لله. ايه العسل ده؟ ايه القمر ده؟ انت اسمك ايه؟ اسيا. اوكي يا اسيا، انت جايه تعملي ايه النهارده؟ اعمل شعر. طب حلو قوي شعرك بجد، انت على طول بتحبي تيجي هنا؟ اه. انت جميله قوي. زي حضرتك. اهلا بيكي. انا كنت حابه اعرف من حضرتك ايه اهم حاجه بتميز صالون مسيو كامل عن اي صالون تاني؟ بصي انا رحت يعني اماكن كتيره قبل كده وفي اماكن كتيره قوي في مصر، بس هم بصراحه هنا بروفيشنال قوي وشغلهم حلو واسعارهم كويسه جدا، والناس كمان بيتعاملوا بلطف جدا مع العملاء. يعني عملت ركبت شعر، بصراحه بيعملوه يعني ما فيش اي حد يعني بيحس ان انت مركبه، يعني كل الناس فاكرين ده شعري الطبيعي، وكمان عندهم الصبغه الالوان برضو طبيعيه قوي، كل الماتيريال يعني بتاعتهم حلوه قوي. جدا يا مسيو النهارده، حضرتك نورتنا في كوين ستايل، وحضرتك دايما ضيف مميز بالنسبه لنا. ربنا يخليك، تسلم ان شاء الله، اكيد مش اخر مره. ربنا يخليكم، انتوا نورتوني النهارده بجد. ربنا يسعدك، تسلم. شكرا. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده من كوين ستايل، اشوفكم في حلقه جديده.